السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شغالين بنلاقي الجهاز تيل معانا، فعشان الجهاز يرجع زي ما كان الأول في أداة اسمها الرامب ماب، دي أداة مجانية من مايكروسوفت. كل عليك إن أول ما تشغلها تعملها داونلود من هنا، وبعد كده تقول له امتي وتقول له امتي ستاند باي ليست، فيبدأ ينظف لك الرامات وتبدأ الجهاز يبقى نشط زي الأول.